أعود وألقاكم على رأس الساعة المقبلة أما جرير فيكمل معكم الملف الثاني من الحرة الليلة. وفيه التظاهرات في السودان تتوقف أياما وتعود في أخرى. تفضل جرير. شكرا لك ميرا. ملفنا الثاني من السودان. خرج المئات من السودانيين في مدينة كسلا شرقي البلاد في تظاهر احتجاجا على تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. ردد المحتجون شعارات تطالب برحيل النظام قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن والشرطة بالغاز المسيل للدموع. ويأتي ذلك مع تجديد تجمع المهنيين السودانيين المعارض الدعوة إلى التظاهر يوم غد في عدد من الولايات من بينها العاصمة الخرطوم. تثير الاحتجاجات التي يشهدها السودان تساؤلات حول قدرة هذه الاحتجاجات على الاستمرار وتحقيق مطالبها في ظل توقفها في أيام وعودتها إلى التظاهر في أيام أخرى. مظاهرة هنا وأخرى هناك، يوم حافل بالهتاف يملأه الغاز المسيل للدموع وآخر يمر دون مواجهة تذكر، فكلما بلغ الاحتجاج الذروة بالرصاص والدم أعقبه هدوء لا يشي بتغيير. الاحتجاجات التي بدأت في عطبرة شمال شرقي السودان عقب قرار ظنت الحكومة أنه حل لأزمة الخبز هناك امتدت لتصل بورت سودان والقطارف والخرطوم وأم درمان إلى غيرها. التظاهرات التي هتفت باسم الحرية والسلام والعدالة تحولت إلى الشعب يريد إسقاط النظام بعد أيام، لكن تصاعد مطالب المتظاهرين لم يضمن استمرارية التظاهرات يوما تلو الآخر، فخرج المتظاهرون في أيام وغابوا في أخرى، ما أتاح حسب مراقبين تدخل الحكومة وتعطيل حركة الاحتجاج. ويرى متظاهرون أن حركتهم باتت أقرب إلى ثورة منها إلى موجة احتجاج، وأن الاستمرار شرط النجاح، فيقولون إن غياب قيادة شعبية للاحتجاج تسبب في تفاوت حجمه وتوقيته وإن اتفق على مضمونه، في حين يرى آخرون أن المحتجين واظبوا على الخروج وإن لم يكن في المدينة ذاتها في كل يوم، وفي ذلك توسيع لرقعة المطالب وزيادة للضغط على الحكومة. وبين هذا وذاك يتساءل كثيرون عن مصير المطالب وأصحابها وعن جدوى المظاهرات المتفرقة في وقت لا يبدو أن الحكومة ستدخر جهدا لتشتيت المحتجين قبل أن يصبحوا ثوارا موحدين في غايتهم وفي أيام تظاهرهم. ينضم إلينا من باريس محمد الأسباط المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، ومن الخرطوم مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومية المعارض. أهلا بك أيضا. ومعي من الخرطوم كذلك القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الطيب حسن بدوي عبر الهاتف. أهلا بكم ضيوفي الكرام، واعذروني لأنه دائما نحن لدينا صعوبة في ربما نواجه صعوبات في الاتصال مع الخرطوم فقد يتقطع الصوت، وفي بعض الأحيان ربما قد يكون هناك فرق كبير فيما أقوله حتى يصل إليكم ضيوفي. شكرا لتلبية الدعوة لكم جميعا بالانضمام إلينا. أبدأ معك أستاذ محمد، أنتم تدعون إلى يعني التظاهرات، وهناك دعوة أخيرة أيضا من تجمع المهنيين أيضا للتظاهر يوم الغد. هل ما زالت القدرة على الحشد كما في بداية التظاهرات؟ مساء الخير. أولا أحب أن أصحح، أنا لست المتحدث، أنا متحدث أحد المتحدثين، متحدث لتجمع المهنيين السودانيين. أهلا وسهلا بك. أيوة. بالنسبة لتجمع المهنيين وحلفائه قرر إطلاق ثورة الحرية والتغيير، وتجاوزت حركة الشارع الآن مرحلة المطالب الاقتصادية أو المطالب الاجتماعية. بعد توقيع بيان الحرية والتغيير تحولت المسألة إلى ثورة الحرية والتغيير وتمددت أفقيا ورأسيا. هذا الأمر لم يتم بشكل عشوائي، هنالك تخطيط دقيق. تجمع المهنيين وحلفائه يرون أن هذا الترتيب هو الأفضل لإبقاء جزوة التظاهر مع مراعاة ظروف ومقتضيات العمل الميداني، وبالتالي هذا الأمر يأتي وفق تخطيط وليس خبط عشواء. وهذا التخطيط أيضا وفر امتداد أفقي ورأسي للمظاهرات من حيث اتساع رقعة المدن والقرى التي يشارك فيها المتظاهرون وارتفاع عدد المتظاهرين بنسب كبيرة جدا، وبالتالي لدينا خطط واضحة ستكون ذروتها يوم غد. التظاهر سيكون في 12 مدينة سودانية، في الفاشر ونيالا
في غرب السودان، في أبو جبيهة في جنوب غربي السودان، في الأبيض في الوسط الغربي للسودان، وفي سنار في وسط السودان، وفي الجزيرة في وسط السودان، وفي بورسودان، وفي القضارف، إضافة إلى الخرطوم. وبعد ذلك سننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الإضراب السياسي الشامل الذي سنعلنه فيما بعد. سيكون في يوم واحد هنالك إضراب في أي مدينة وأي قرية في السودان. لدينا هدف واحد معلن ونحن لا نخشى شيء، نعلن أين سنتظاهر، وتجهز الأجهزة الأمنية حشودها، ولكنها تواجه المتظاهرين بصدور عالية. هذه حركة سلمية تتوسل اللا عنف سبيل لأجل تحقيق هدفها النهائي، وهو إصغاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي الذي يستحقه شعبنا. لسنا على عجلة من أمرنا، نحن نخطط، نعلم أن هذا النظام له 30 عاما. هذا النظام تعامل بوحشية ووحشية مطلقة، واستخدم العنف استخدام مفرط، وأفضى إلى فقدان السودان 50 من أعز شبابه من الشهداء. لن نتوقف أبدا، ستظل مسيرتنا غاضمة، مسيرتنا مستمرة ومتصاعدة إلى أن نحقق أهدافنا بإزالة النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي. هذا هو بيان الحرية والتغيير الذي وقع عليه تجمع المهنيين مع حلفائه، وسيظل يواصل مسيرته حتى تحقيق الهدف النهائي. أهلا بك أستاذة مريم مرة جديدة، ما رأيك بما قاله أستاذ محمد؟ هل العجلة ليست ضرورية الآن؟ هل تعتقدين بأن لربما ارتفاع وانخفاض وتيرة الاحتجاجات والتظاهرات اليوم ألا تؤثر سلبا على صورة ما يطالب به المحتجون أو المتظاهرون؟ ومرحبا بكل مستمعي مشاهديك والمشاهدات وبضيوفك. نعم، الذي ينظم لهذه التظاهرات والذي يخطط إيقاع الثوار هو تحالف عريض فيه قوى نداء السودان التي أنا أمثل فيها نائبة الأمين العام، وقوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض، والتجمع المهنيين الذي تحدث باسمه الأستاذ محمد من باريس، وأيضا هناك ما يزيد عن 12 تنظيم آخر وقعوا على إعلان الحرية والتغيير، وهم الذين يدعون الشعب السوداني بموجب خطة وبموجب جدول زمني يعلن بصورة أسبوعية ويتم الوفاء به والالتزام به في كل المواقع وفي كل الساعات التي أعلنت طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية منذ أن أعلن هذا التحالف التنسيقي العريض في الأول من يناير. وغدا كما تفضل الأستاذ محمد هناك المظاهرات من الثوار في عدد من المدن، كذلك احتفاء بعدد من ملهمي الشعب وأحبابه الذين رحلوا عنا في يوم 17 يناير، الأستاذ مصطفى سيد أحمد والأستاذ محمود عبد العزيز، وفي يوم 18 الشهيد الأستاذ محمود محمد طه. بالتالي كما تفضلتم في تقريركم، نحن ماضون هذا الإيقاع عبر أيام من التظاهرات وأيام أخرى من التوقف، هي ليست تعبير عن فتر أو تعب أو غيره، إنما التزام بجدول في إيقاع يمضي بنا إلى تكوين تحالف سياسي الآن يخط بصورة واضحة معالم كيفية تسليم وتسلم السلطة، أيضا يخط لما بعد ذهاب هذا النظام بصورة واضحة. نتحدث عن خطوات لا نستبق الزمن، نمسك تماما بنبض الشارع السوداني وبمطالب الشعب السوداني، لذلك نمضي بثقة. كلام جميل أستاذ حسن، أرحب بك وشكرا لك لتلبية الدعوة عبر الهاتف. تنضم إلينا القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الطيب حسن بدوي. أستاذي الكريم، ألا يقلق ما تقوله أستاذة مريم وأستاذ محمد أن هناك خطة واضحة؟ قد يكون هذا الحوار يعني لربما مقلقا، أو أليس مقلقا للسلطة في السودان؟ ماذا إن نظر أحد لربما أو نظرت أحد الدول من المجتمع الدولي إذا إلى هذه الخطة بأنها خطة من المعارضة ناجحة ومتماسكة؟ ألا
تقلق الخرطوم من أن يقوم المجتمع الدولي بدعم المعارضة فجأة؟ أول حاجة أنا حقيقة أشكرك يعني وتحية لكم يعني أنا حقيقة من خلالك داير حلمي وحي حقيقة عدد من القنوات الإعلامية الخارجية التي أصبحت تتعاطى الأمر في السودان بواقعية كبيرة جدا وأصبحت يعني تسعى حقيقة لمعرفة حقائق الأمور في الخرطوم وواضح من خلال هذه الصور ومن خلال هذه الصور التي عرضت الآن في قناتكم أن عدد من هذه الصور أو بعضها صور مكررة حقيقة لأحداث سابقة في بداية أيام التظاهر ظلت الحكومة منذ اليوم الأول تقر بحقيقة التظاهر وبحق الشعب السوداني وحق المواطن في ممارسة حقه القانوني في التظاهر والتعبير عن رفضه على الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهي حالة بلا شك لها مبرراتها ولها أسبابها الموضوعية وقد أقر بذلك السيد المشير عمر حسن رشيد رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني. ما يجري الآن من حالة انتشار لهذه التظاهرات هي دلالة واضحة على أن هذه التظاهرات ليست القوى السياسية يبدون فيها، القوى السياسية حاولت أن تستقل هذه التظاهرات وحاولت أن تنتظر ظهر هؤلاء الشباب وتنتظر ظهر القضايا الحقيقية والموضوعية في السودان وتبرز من خلالها أنوار سياسية. التراجع الذي حصل في هذه التظاهرات هو بلا شك بقناعات كبيره جدا لبعض هؤلاء المتظاهرين المنشورات الضخمه حقيقه والكبيره التي تقوم بها حكومه الوفاق الوطني في معالجه اسباب هذا التظاهر وهي معالجات تمضي يوما واخر وغير كذلك الاصوات الاخرى للشعب السوداني في مساحات كبيره جدا في لقاءات مليونيه عبرت عن دعمها لحكومه الوفاق الوطني ودعمها للحكومه السودانيه وحرصها على استقرار السودان وتفويت الفرصه لأصحاب الأجندات الذين يريدون أن يضعفوا هذا البلد. نقول أن ما يجري في السودان الأرض بلا شك هو يعني تحت نظر الجميع وأن الحكومة حريصة جدا على أن يمارس المواطن حقه في التظاهر هي أكثر حرصا في أن تزيل كل أسباب التظاهر تزيل كل هذه الأسباب المختلفة. الحقيقة في هذه المسألة أرجو من القوى السياسية أن تكون قوة واقعية وموضوعية وأن لا يكون الحوار بيننا وبينها عند شاشات القنوات. نحن ظلمنا أن نقرر ونؤكد أقوامنا المفتوحة جميعا كسودانيين في الحوار للحوار وأن من خلال القوى السياسية ومن خلال الإطار الوطني ومن خلال الحوار الوطني وسيرته هناك مساحات واسعة جدا في التعاطي مع الشعب السوداني كله وهو حق لنا جميعا كسودانيين بالقوى السياسية المختلفة وبالتالي هذه مساحات تسوتها وهي مساحات مفتوحة بلا شك ولكن محاولة استخدام هؤلاء هذه المساحات من التظاهر واستغلالها والاحساس واطار انقلاب الراي العام العالمي طيب. لان القوى السياسيه هي التي تسيطر على هذه التظاهرات وهي التي طيب. توجهها وهي التي تخططها وتزيدها على الراي العام غير منطقي ودل على ذلك على الايام الاولى في التظاهرات في انقلاب عام كان النظام بالصلاه والخطوب. طيب استاذ محمد عن اي حشد تتحدث؟ يعني يقول لك الاستاذ الطيب حسن بدوي بانه يعني هذه التظاهرات اتجهت الى انحسار وانتم كمعارضه وايضا السؤال لاستاذه مريم المهدي يعني لربما بعد ان تجيبني استاذ الاسباط على هذا السؤال يعني انتم كمعارضه قطعتم الطريق امام الحكومه في التفاوض ويعني لربما هذا يعني ايضا ورد عليه البشير على قطع التفاوض من قبل العدل والمساواه مع الحكومه انتم لم تستمروا في فتح الباب الا يقع على عاتقكم المسؤوليه الاكبر في هذه المرحله تفضل استاذ الاسباط أولا ضيفك يعني يتحدث حديث شخص كأنه غير موجود في الخرطوم. المظاهرات في حالة تصاعد بدليل الآلاف عشرات الآلاف الذين خرجوا في مدرمان يوم الأربعاء الماضي وعشرات الآلاف الذين خرجوا في الخرطوم بحري والمظاهرات اليوم في ثلاثة مدن كبيرة مدينة كسلة واحدة من كبريات مدن شرق السودان والذين وصلوا حتى مشارف قيادة اللواء 11 مشاة وقيادة الجيش في مدينة كسلة وهنالك مظاهرات حاشده في حلف الجديده وفي منطقه المناقل. اما الحديث عن حق التظاهر مكفول هذا حديث مردود بدليل عدد الشهداء والجرحى والمصابين وتعامل الاجهزه الامنيه بعنف مفرط مع المتظاهرين العزل ويتحدث ايضا عن ان للحكومه مؤيدين صحيح
هنالك من تم حشدهم من طلاب خلاوي القرآن الكريم والمدارس والعاملين في الأجهزة الأمنية، تم حشدهم وصرف عليهم من مال الدولة، ولكن المتظاهرين الذين ينزلون الشارع الذين يطالبون بإسقاط النظام يواجهون الأجهزة القمعية التي يتعامل معهم بوحشية بصدور عارية وبزغاريد النساء وبشيبا وشبابا وحتى أطفالا ينزلون إلى الشارع ويطالبون بإسقاط النظام. أما الحديث عن الحوار، نحن لسنا معنيين بالحديث عن الحوار. تجمع المهنيين السودانيين وحلفائه من قوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وحركة لا لقهر النساء وكل هذه القوى لا تتحاور مع هذا النظام لسبب بسيط جدا، لأن هذا النظام عرف تاريخيا بالتمادي في نقض العهود والمواثيق. كل من تواسق معه نظام الرئيس البشير، كل من تواسق معه نقص العهود والمواثيق. نحن لا نتحاور، نحن لا نتحاور إلا على شيء واحد، بعد تنحي الرئيس البشير يمكن أن نتحاور على ترتيبات فترة الانتقال، وهذه هنالك جهات جزء من من, طيب. من من هذا التحالف، تحالف الحرية والتغيير منوط بهم إدارة هذا الأمر. ولكن في هذه المرحلة ستظل التظاهرات موجودة في الشوارع، غدا سيعرف المؤتمر الوطني والنظام الحاكم قوة الشعب وقوة الشارع. تمام. في أكثر من 12 مدينة سينزلون إلى الشوارع. طيب. ويملؤونها بالوتاف. طيب. والزغاريد. طيب. ونحن لا نخشى أبدا، لأن حركتنا حركة سلمية يواجهون النظام ببطش ويتعامل معنا المجتمع الدولي بصمت. المجتمع الدولي يتعامل معنا بصمت مذل ومهين. طيب. ولا ندري لماذا يصمت المجتمع الدولي. تمام. هذا السؤال المقبل، هذا التعامل الوحشي من الحكومة. طيب. السودانية. هذه النقطة المقبلة، أعتقد أستاذ الطيب حسن كان هذا ردا عليك، يعني من أستاذ محمد الأسباط، على لربما تقليلك لشأن التظاهرات وتقول بأنها انحسرت. أستاذة مريم، ما الذي تحاولون أن تروجونه للمجتمع الدولي اليوم؟ لربما جزء كبير من الزعماء في العالم ينظرون إلى أن المعارضة لربما غير متماسكة، ليس لديها خطة منهجية واضحة. هل من خلال حديثك قبل قليل تحاولين لربما التماشي مع ما يريده المجتمع الدولي لتحصيل دعم خارجي؟ حتى اليوم لم نشاهد لربما موقفا مساندا للتظاهرات بشكل رسمي للتظاهرات في السودان. لماذا برأيك أستاذة مريم؟ نعم يا أستاذي، نحن ما نهدف إليه وما ننشد هو تطمين الشعب السوداني والوقوف بجانب الشعب السوداني في ظل في أمام نظام باطش وغير راشد وخائف في حالة جزع كبيرة لإحساس رئيسه بملاحقته أمام الجنايات الدولية. لذلك هو يتدثر بالسودان ويتمسك بحكم السودان ويتخذ من الشعب السوداني درع بشري لكي لا يواجه عدالة دولية لن تسقط بالتقادم. نحن لسنا ما نسعى الآن له كقوى وطنية سياسية هي أن تكون هناك أمل في المستقبل أمام هذا النظام الباطش، وبالتالي لكي لا تنزلق الأمور في السودان لما لا يحمد عقباه. هذا هو همنا الأول. ولكن فيما يخص المجتمع الدولي، نعم نحن نتماسك ومتماسكون كقوى سياسية كانت حتى قريب تختلف حول كيفية التعامل مع النظام. نحن في قوى نداء السودان كنا لغاية قبل شهر نسعى لأن نجري حوار عبر اتفاق مسبق تم توقيعه بوساطة أفريقية، ولكن للأسف النظام تنصل و يعني بيحاول يفرق ويفتن ما بين القوى السياسية. لذلك كما قال أستاذ محمد، هو من عزل نفسه، النظام السوداني عزل نفسه حتى مع الذين تفاوضوا معه وأجروا معه حوار ووصلوا لاتفاقات. خرج عنهم 22 حزب وقالوا إنه الحزب الحاكم غير جاد، وبالتالي نادوا بضرورة حكومة قومية وبسلطة جديدة وغيرها من النداءات التي رحبنا بها. بالنسبة للمجتمع الدولي، أصدرت مؤخرا الترويكا اللي هي تتكون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. تمام. والنرويج، كلام مهم جدا جدا، وهذا كل ما نريده من المجتمع الدولي. نحن لا نريد من المجتمع الدولي غير أن يقف مع ما الكلام الشعب. ما الذي صدر بشكل سريع، ما الذي صدر عنها؟ أيوة،
قالوا بوضوح هم لا يقبلوا هذا القمع وهذه الوحشية واستعمال طيب. الأسلحة تمام. الحية أمام المتظاهرين تمام. وأنهم لن يتعاملوا مع النظام إلا يستوفى حقوق الإنسان. وكما تعلم السودان أصلا موضوع في البند العاشر من الأمم المتحدة تمام. وملاحق طيب. ورئيسه حلو. ملاحق وعدد من المسؤولين يا أستاذ. ملاحقين من محكمة طيب. الجنايات الدولية. يا أستاذة مريم، حتى نعطي الدقيقتين المتبقيتين للأستاذ الطيب لنلقى رده. إذن استمعت يعني إلى ما قاله ضيفي الكريمين. التفاوض قطع لأسباب واضحة من قبل المعارضة أستاذ الطيب، ولم يقطع يعني لربما في ضرر لمصالح الشعب السوداني. هناك خطة واضحة مرسومة، ولربما يعني بارقة أمل من المجتمع الدولي ذكرتها الآن أستاذة مريم في صالح المعارضة. مرة جديدة أكرر لك السؤال، هل هذا مقلق؟ يا أخي الكريم، أنا استمعت إلى هذا التعليق، وأنا أعتقد أن حكومة المشير البشير هي أكثر حكومة عانت من بعض أطراف المجتمع الدولي بتحريض من بعض هذه المعارضة، وغادت هذا الأمر حتى وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأعتقد أن المجتمع الدولي لن يدخل في حرب خاطرة ولن يدخل في معركة خاطرة. المجتمع الدولي يطلع على الأحوال في السودان بشكل دقيق، ويدرك أن هذه المظاهرات ليست للأحزاب السياسية علاقة بها، وليست ذات المظاهرات التي تؤثر على واقع حياة السودان. ودليل على ذلك أن اليوم التقت قيادة المؤتمر الوطني بسفراء الدول العربية، وبالأمس كان اللقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي. ونحن هي كدولة من باب مسؤولياتنا بعد بروز بعض المرتدين داخل المتظاهرين ومحاولة تغطي بعضهم، ان اليوم عبد الغطم امام السيد رئيس الجمهوريه لجنه تغطي الحقائق التي مكونه بقانون تغطي الحقائق للعام 1954. وهذه اللجنه برئاسه وزير العدل عبد الغطم امام السيد رئيس الجمهوريه ان تتغطى الحقائق، لانه برزت الاف من النزاعات على المتظاهرين وسط المتظاهرين ومحاولة تقريب وغيرها. وحكومة الدول في سبتمبر 2013 وحتى الآن لم يتم التحقيق طيب. بسبب قتلهم. شكرا يا أستاذ طيب. هذه لجنة لا قيمة لها ولا معنى لها. هذه شكرا يا أستاذ طيب. للتسويق الإعلامي. طيب اسمح لي، أنا أعتذر منك أيضا أستاذ محمد الأصبط. أستاذ محمد أرجو أن تقبل اعتذاري، لم يتبقى المزيد من الوقت، الملف مفتوح، وأيضا غدا لربما أو بعد غد سنلتقي ونناقش هذه الزاوية مرة جديدة. شكرا لك من باريس محمد الأصبط، متحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، شكرا لك. وشكرا جزيلا لك أيضا من الخرطوم عبر سكايب، نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض مريم صادق المهدي، شكرا لك. وأيضا شكرا لك من الخرطوم القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الطيب حسن بدوي عبر الهاتف، شكرا لكم لتلبية الدعوة.